له اللي وصلتني. بالنسبة للأخ الكريم، أنا هذا اللي قصدته، علاج الثعلبة. أنا ذكرت أن الثعلبة تنتقل بسرعة، تنتشر لو ترجع للفيديو. لما تعالج المنطقة اللي فيها الثعلبة، أنا ذكرت أنك يعني مثلا اللي مكان الثعلبة يتم يعني تحليقها بموس أفضل عشان ما تنتقل إلى مكان آخر يحد من الانتشار، فيتم العلاج بهالطريقة. أما الأماكن اللي منتشرة فيها الثعلبة فعلاجها يكون غير، يعني في العيادات أعتقد يعطوهم إبر لعلاج هذه الثعلبة، أو في ناس يعتقدوا يعني لما يصيبهم الصلع، في يعني ناس تصيبهم الثعلبة هم على بالهم أن هذا صلع، لكن هي تكون أساسها الثعلبة. الأخ اللي يستفسر عن زيت الخردل أو ماسترد أويل أو سرسو كما يسموه الآسيويين. أنا هذا الشيء جايبتنا من عندهم، هم الأصليين الآسيويين. سافرت وسألتهم، قلت لكم حتى الموجودين هني، اسألوا باكستانيين، هنود، بنغالية، يستخدموا وبكثرة يقولوا حق الشعر، وشوفوا شعورهم ما شاء الله. مثل ما ذكرت، ما بتشوفوا حد يعني بنغالي مصلع، نسبة قليلة اللي بتحصلوا مصلع، كل اللي يستخدموا زيت الخردل، وايد مفيد. إن شاء الله تستفيدوا منه. أعطيتكم كم اقتراح وكم اقتراح.